For those of you who have high feet, I'd like to ask your name, what is that? The high feet goes in here to eat the oil and drown. دي يا جماعة دي مصيدة خنفساء للنحل بتتملى من هنا بالزيت وتحط بين البراويز تخش الخنفسة تقف هنا تقع جوه الزيت تغرق أي زيت الطعام على فكرة دي حاجة جديدة لما جبنا الخنفساء إذا كانت موجودة يعني إذا كانت موجودة لما خلاص إحنا كده خلاص we need something we're finished business cards I have cards وهو العلاقات هي الزيوت اللي قالها دي tell them for me thank you for their enthusiasm and I hope I helped them just a little bit واللي بيشكركم على حماسكم لل الأسئلة وحماسكم في ال ويعني ويرجو أن يكون أفاد ولو حاجة قبل كده. طيب فتح دلوقتي الدكتور اتكلم عن الخل تمام؟ في المنطقة اللي هو حاطط فيها المنحل بتاعه أو الخلية بتاعته إن هي بتوصل لدرجة حرارة تحت الصفر تمام؟ ممكن هم يكونوا يعني في بلده أو في المكان بتاعه يقدروا يتوصلوا لان هم عاشوا النحل في المكان ده او في الجو ده احنا عندنا هنا النحل بيجي في فتره الشتاء وبينهار او نقدر نقول نسبه معينه السنه اللي فاتت انهارت بنسبه 50% في معظم المكان يعني ايه بينهار زحف تمام سيبه بقى يتكلم عشان انا زهقت من البرد من الرطوبه من الرياح يعني ايه بينهار بيموت يعني تمام ماشي فهل من الممكن ان احنا دلوقتي نوصل للخلية لدرجة حرارة معينة داخل فصل الشتاء. سير البرد على فكرة. We saw you where your bees lives and how the conditions there in winter time. And the temperature goes down below zero. And here even the temperature doesn't go down this way. But sometimes it affecting the bees. We say at least 50% of the bees will be died. So can we keep a temperature, a certain temperature inside the hive by any way to keep the bees from dying or to keep the bees strong, something like that? Yes. أيوة. Yes, تمام. ممكن ده. انت بتسال ولا بتعال ولا بتديني ولا تديني حل لا بوضح لحضرتك ان ممكن نشوف اللي عنده الاول بعدين نقول له ده ممكن ده في الاخر شوف خد اشتري الاول اوكي you ask me how do I do it I make sure that I have 10 frames of brood in the bottom box بقول لك انا الاول احافظ على انه يبقى جوه الخليه 10 براويز هضم 10 براويز جوه الخليه سكند بوكس اللي هو طبعا عنده صندوقين عنده حضنه تحت وعنده عساله 10 فريمز اوف فود وفوق في الصندوق اللي فوق يكون عنده 10 براويز فيهم عسل تمام تغذيه open in the bottom so air can come up the sides carry the moisture and the heat out and go out through the top. قاع الخلية عنده بيبقى مفتوح أو بيبقى عبارة عن شبك سلك عشان يسمح إن الهواء السخن والرطوبة تخرج من الخلية من فوق الغطاء الداخلي. And I put the food patty on the top of the second box. هو بيحط فوق بيحط عجينة التغذية بتاعته فوق الغطاء اللي فوق العسالة تمام I have done this for 5 years. هو عمل الكلام ده لمدة 5 سنين. And I have not lost a hive. وما حصلش أي خسارة في الخلية. ما خسرش الخلية. This يعني compared to what we have here, what do you have here? I would like you to speak about six frames or something. The hive that I have been watching in Egypt. Is 4 to 6 frames for the winter time. اللي شافوا هنا بقى
انه الخلايا اللي شافها كلها في وقت الشتاء فيها من 4-6 براويز. To me, the Egyptians are telling the bees how to live. بالنسبة له هو بيقول انت بتفرض على النحل، المصريين بيفرضوا على النحل طريقة حياة خاصة بهم، هم مش النحل عاوز يعيشها، هم اللي عايزين يعيشها بالطريقة دي. The bees have lived for 26,000 years. النحل عايش على الأرض بقاله 26,000 سنة. So what we do is give them as much space in that box as we possibly can. اللي المفروض بنعمله ان احنا نديله مساحة كبيرة في الخلية على قد ما نقدر. مساحة من البراويز مش مساحة فاضية خالية يعني. The number one frame and the number 10 frame. البرواز نمرة واحد والبرواز نمرة عشرة. The outside they don't do anything with. ما بيعملوش أي حاجة في الخلية في التغذية. That's their insulation label. هو عبارة عن إنهم عازل جنب جدار الخلية من جوه، عازل من الظروف الخارجية. يعني محافظ على وجود 10 براويز، بس الحقيقة البرواز نمرة واحد والبرواز نمرة عشرة إنهم لازقين في جدار الخلية فبيشتغلوا كعازل. They will fill them out with brood and food as they see fit. هما اللي هيحطوا فيهم بقى التغذية الغذاء أو العض أو الحضنة بشكل هما شايفينه، النحل بشكل هو شايفه. But that's way I do it. You have to decide what you want to do. ده اللي هو بيعمله. ده اللي هو بيعمله. انت بقى عايز تعمله ازاي دي طريقتك. طيب احنا عايزين نسال حضرتك، لو وضعنا السخان ده داخل الخليه وهيئنا، بلاش ان انا اقول درجه الحراره ل 30، وصلنا في الشتاء درجه الحراره انها ما تنزلش عن 28. اوكي، وات اف وي يوز ذيس هيتر انسايد ذا جست ا مينت اي جوت ان انسر فور ات اوريدي. اوكي، هو عايز يسالك سؤال اوريدي. اوكي، هو عنده إجابة. Beekeeper in the United States. النحالة في أمريكا. He puts a heater in his hive. في نحالة في أمريكا حط سخان. Temperature is minus 20 Celsius. خلينا نقول إن درجة الحرارة عنده ناقص 20. تمام. 20 تحت الصفر يعني. He calls me. وكلمه في التليفون. My bees are coming out flying. النحل بتاعي خرج بره الخليه طار سرح. They're going that far from the hive and die. خرج بره الخليه مسافه يجي متر ومات. It's too cold for them. بره طبعا ساقعه جدا. تمام. So the heater in the hive tells the hive that it's warm outside. وجود السخان جوه الخليه ادى النحل احساس بان الجو بره اتحسن. تمام. فالنحل سرح. And then they go outside. طب عايز اوصل لحضرتك حاجه، اكسكيوز مي. انا حطيته تمام بالاخص في شهر اكتوبر وفي شهر امشير السنه اللي فاتت. لا كلمني في يناير وفبراير عشان هو يفهم. يناير وفبراير او من اخر ديسمبر تمام. لاحظت ان النحل ما كانش بيخرج من الخليه غير يعني تقدر تقول فرقة استكشاف كانت بتخرج وبترجع مش اكتر ولا اقل. He said he used it in from last of December to the first of February and he observed that the bees doesn't go out just to explore us out and come back. They are or not. They are. Some of them go out just for exploring and come back. Yeah. But the rest of the bees. Because it's above 0 degrees here. Not 0 degrees. It's above. طبعا لان درجه الحراره هنا اعلى من صفر. تمام. اعلى من صفر. And they will go out at that temperature. وحتى يعني احيانا في الشتاء عندك هتلاقي النحل بيسرح. درجه الحراره في الطبيعي تمام تخلي النحل ممكن يسرح. تمام. من غير السخان ولا حاجه. اما وقت السخان حضرتك ما كانش فيه سروح. فكنت بسعى لتغذيه الخليه بالحبوب اللقاح بدل الحبوب. تمام والغذاء، وده وضع طبيعي جدا في الشتاء ان احنا بتنقطع حبوب اللقاح. تمام ماشي ماشي. الهواء والرياح الموجوده في الجو كويس. يعني انت عايز دي عشان ياكل من جوه النحل الخليه ولا من بره الخليه؟ Why does he عاوز ده بحيث ان النحل ما يزبطش. اسكت
غير عندي النحل مثلا بدل ما تصب رطوبه او بنسبه برد بحافظ عليه مده الشهرين دول، وهو كده كده ما بيبقاش في حاجه للسروح للخارج، ما بيخرجش، بيبقى نسبه الخروج ضئيله جدا زي ما بكلم حضرتك. ممكن نظام استكشاف بيعرف الزراعه فيها ايه او كيفس ذس ذس اي بوت ذس انسايد تو كيپ ذا بيز انسايد اند تيك ذا انر فيدينج the inner feeding and doesn't need to go out. Okay, but why does he want to spend the money? I'm asked, why does he بقول لك انت ليه محتاج انك تصرف فلوس عشان تعمل الحكايه دي؟ ما لو النحل بيسرح ويجيب حاجه من بره ليه عايز تمنعه؟ هو مش مكلف. مفيش كهرباء هناك. تو بوي. تو بار. بس. This cost him just 2 pounds. Okay. الموضوع ده خلاص احنا عرفناه. ننقل على الاخ اللي 2 pounds would allow me to get a drink. 2 pounds بالنسبه لك ولا حاجه، بالنسبه لنا يخليني اقدر اشرب بيها حاجه ساعه يعني. السؤال الثاني لو سمحت، بص يعني يعني لاحظت في السؤال الاول، معلش لو سمحت، احنا السؤال كان واضح، الراجل ده حط مصدر حراري داخل الخليه والراجل رد عليه. حتة ان احنا بقى ايه نجادل نجادل، هو ما هو بيقول لك رايه. بص هو معلش هو بيقول رايه وتجربته، وانت حضرتك لك راي وعايز تظهره، فهمني ولا ايه؟ واحنا فهمناه خلاص، فخلاص يعني مجرد ان احنا نفهم وهو يقول ونفهم منه يبقى الموضوع ايه؟ لو سمحت لما اقول لك الموضوع انتهى نقط ماشي يا جماعه، عشان يبقى احنا ايه ما نزودش على الناس. طب سؤال اخير، ممكن نوصل ان احنا دلوقتي لو حطينا لو زي ما الدكتور قال ان ارضيه الخليه عنده سلم، مش لازم نحط ده داخل الخليه، لو حطيناه تحت خليه زي ما هو بيتكلم ان هي يكون الارضيه بتاعتها سلم، هو مصدر حراري برضه. ما هو دلوقتي انت دلوقتي حطيته فوق حطيته تحت، هو مصدر حراري صح، بس هيضعف. هو مصدر حراري أيوة. خلاص احنا غطينا موضوع المصدر الحراري خلاص. لو سمحت اتفضل نرجع تاني لسؤالنا. كمل بقى الجزء الثاني. سؤال احنا الجزء الاولاني لو لقيناه الراجل رد عليه اجابه خلاص. لا كمل لا كمل لا انا بس بقول لك النيوزيما والبتاع والفيروس. بقول له الكلام ده على النت، على مواقع النت موجود، ان انا عايزها بحث الكلام ده بناء على بحث، لان اللي موجود على النت ان ما توصلش حد لاسباب ظاهره اختفاء النحل. طيب ما توصلش للاسباب ولا علاج، احنا عايزين نعرف ايه السبب. انا هجيبك الاول، عايزين نعرف ايه سبب والعلاج. انا ممكن أنا عايز أعرف ممكن حاجة. ارد عليك لحظه. اتفضل. الراجل قال لك اللي عنده، قال لك احنا في امريكا ان هو كان عندهم اصلا المشكله، بحثوا ولقوا ان الحاجه ديت النزيمة سيرانا مش هي السبب الوحيد، لقوا هناك اسباب اخرى كذا وكذا وكذا. انت واخد بال حضرتك؟ قال لك سببين، الفيروسات والنزيمة سيرانا صح؟ يبقى هو كده الراجل بيقول لك لا مش النزيمة لوحدها، ده النزيمة والفيروسات. انت عندك تعقيب على الكلام ده؟ قول بقى، قوله لو سمحت. الكلام ده بقول له هو ده بناء على بحوث الناس دي، اولا ما بيتكلموش الا بناء على بحوث، وما بيستعملوش اي منتجات داخل الخلايا بتاعتهم الا تحت اشراف الاف دي اي اللي هي المسؤوله عن الاشراف على المنتجات الغذائيه والدوائيه داخل والبيطريه في الولايات المتحده الامريكيه. يعني هو لما سالته في الاول ليه بيحط البروتين، قال لك انا اعرف يعني انا بجيبه بس كمركب وجاب نتيجه معايا، انما انا مطمن قوي ان في جهه ورايا بتحافظ على الموضوع. هل انت عندك تعقيب بعد كده؟ لا خلاص يبقى كده الموضوع. بقول لك ده بناء على دراسه، يعني الكلام اللي بقوله حضرتك ده بناء على الدراسات المنشوره عندنا اللي ورا، هي النزيبة والفيروس اللي عليه السؤال. هم دول السبب في مين اللي عليه السؤال؟ بناء على الدراسات عندنا. اتفضل يمين. الايه؟ تعالى يا عم انت رايح فين؟ Okay. What do you use else than honey from bees? What kind of bee products there rather than the honey bee? The honey. United States is very poor in using very much from the hive. والحقيقه ان الولايات المتحده
فقيره جدا في انها او يعني ما هيش شاطره قوي في انها تاخد اقصى ممكن اخده من نحل العسل. Honey, beeswax, pollen. هما بياخدوا منه عسل شمع حبوب لقاح some bee stings for MS multiple sclerosis sting yeah. or sting هو النحل بيقرص على عشان علاج بعض الامراض منها السكر مثلا او خلافه and that's it they don't use anything else وما بيستخدموش اي حاجه ثانيه ما بيستخدموش اي حاجه ثانيه منها they don't use the bee poison over there طيب احنا كده هزود حاجه لان كان في لقاء امبارح هم المصدر الرئيسي في المنطقه اللي هو فيها للدخل للطائفه بتاعته هو البولينيشن او تلقيح النباتات اوكي يعني هو بيحط الخليه بتاعته في المزارع مقابل $200 للخليه الواحده لمده اسبوعين عشان يلقح الشجر اللوز ان هناك بياخدوا فلوس في مقابل تلقيح النباتات يعني ما يحطوا النحل بتاعه في مكان هو اللي ياخد فلوس مش يدي للفلاح فلوس السؤال بتاعك انت بقى عندنا صعوبه في ان نخلي الخليه دي فيها ملكه واحده فاهم الخليه يعني فيها ملكه واحده انا مش سامع حاجه ما انا مش عارف اللي ورا مين اللي ورا بيعمل دوشه اتفضل قول سؤالك الخليه حضرتك فيها ملكه واحده ولا اثنين بالنسبه للشكل المذاكر دي 10 رئيس ما فيش خليه في الدنيا فيها ملكه واحده لو سمحت عندك سؤال ثاني ما فيش خليه في الدنيا فيها ملكه اوكي بس خلينا نخلي بس السلاله بتاعتهم اللي هي الملكات نفسها هي اللي بتحمل درجه الحراره او النحل المصري بتاعنا هو اللي متعود على الصيف هل تأثير السلالة في التحمل؟ Is it the tolerance of your bees against the cold weather because of this from the distress coming from the bee the queen? Say this again. Your bees may be tolerant to cold weather. This because this stress is in the queen, or what? Or just the strain? It's a strain. استرين same as what they got here no السلاله عندها القدره مش بس الملكه السلاله عندها قدره تعمل السلاله قدره تحمل درجه الحراره في الشتاء ممكن نقول الشتاء نجيب الملكات تتعدى معانا الشتاء وممكن نغيرها بس بتاقلم عن هي بتتاقلم عن يعني هو احنا بنجيب من عندهم سلاله هي نفس السلاله اللي بنستوردها من امريكا بنشغلها في مصر ممكن تفضى في الشتاء بس هو مع الجيل الثاني والجيل الثالث I said we can get queens from you and put in our strains and this. No, it needs to go to, where does the Carniolian queen come from? Mm. Carniolian bee, where does the Carniolian bee come from? Well, the Carniola came from here in Egypt. Where? Where? From Yugoslavia. Or from Slovenia. Slovenia. Yeah, we get them from the same place. Yeah. He said, we're from the Carniola, we're from the same place. He said, we're from the Carniola, we're from the يعني هو الجو عندك زي النحل في زي الجو في يوغوسلافيا او في غيره هو بيكتسب صفه الادابتابيلتي او التاقلم مع البيئه ومع الاجيال المختلفه كمان يعني هتلاقي يعني اول نحل جه اكيد قدرته على التحمل مش زي الاجيال اللي بعد كده بص حضرتك النحل الايطالي جاي منين؟ come from northern Italia. جاي من شمال ايطاليا They're used to the warm weather. They use? They will not. Now they're used to it. No. Compare when you take the Italian bee coming from Venice. Yes. And the Carniolian that comes from Slovenia. Yeah. The Slovenians are used to the cold weather. The Italians are used to the warm weather. Mm-hmm. In the United States, the Carniolians work good in my country, my area, mm-hmm. and Italians work poorly. In our area. بقول لحضرتك النحل الكرنيولي جاي من مناطق تتحمل البروده اكتر. النحل الايطالي جاي من مناطق معتاده اكتر على الجو الدافي.
ولذلك هم عندهم في الاماكن البارده النحل الكرنيولي بيشتغل كويس، النحل الايطالي ما بيبقاش كويس، ما بيستحملش الجو عندهم كويس. فهو انت نقلهم من بيئه شكلها ايه ده بيساعد كتير جدا في انه تحمل بيتك او لا. فالنحل الايطالي جاي من بيئه الى حد كبير متعوده على الجو الدافئ، جاي من فينيسيا او من شمال فينيسيا. النحل الكرنيولي بيتحمل البرد اكتر، فعشان كده النحل الكرنيولي بيقول لك عنده بيشتغل، النحل الايطالي عنده ما بيشتغلش كويس في الاماكن البارده. Okay. He had a question back. This one? No, the gentleman who stood up with the beard. Ah, معلش بقى ناخد بس سؤال الراجل الطيب ده مره ثانيه. في ناس اشتغلت على واحد في جنوب افريقيا وصل لتسع ملكات في خليه 15 بوكر. بس بيفصل كل سيدوه عن الثاني. لا لا، عايز اعرف لو هو مثلا بيستخدم اثنين في محاذير معينه، لان 10 بروز من ملكه واحده بالنسبه لنا صعب عمليا يعني. يسد فرقص. For us, it's very hard to use 10 frames in one box in winter time, and this could cause to have more than one queen. Okay, don't do it. Tell him not to do it. Whatever makes him happy. But. بقول لك إذا كان 10 براويز أسبوه وجود ملكتين في خلية. يعني ما تعملهاش، كانت مش ماشيه معاك. هو بيديك فكره هو بيعمل ايه. اذا كانت مش حت اما انا هديك الجزء الثاني من السؤال، انا هقول الجزء الثاني من السؤال، انه في ناس اشتغلت باكثر من ملكه في الخليه بس كذا دور، يعني هو فاصل بين كل ملكه والثانيه مش كده؟ السؤال هنا بس عشان لو سمحت انا عملتها خليت ملكتين في الخليه، خليه واحده وعاشوا وما اشتغلوا الام مع بنتها. انا طيرت الجناح، طيرت الجناح من الخليج من هنا هبقى صافي. اشتغلت معاها فتره كبيره جدا. لا لا لا، دي حاجه عاديه. لو شغلت حد طلع يجوز عايز الصافه وخدت الجناح. الحاله دي موجوده في ملكات الاطار لما تبقى تعمل عمليه كهرباء هو بيزعل لما حد لما ده يتكلم وده يتكلم والكلام ما بيوصلوش. هو يعني واخد بالك، ادوا فرصه للاستاذ بيومي يوصل له واحد واحد لو سمحت. لو سمحت اقعد يا حاج سوسو وهنكمل مع الراجل ده ونسمع كلامه. اتفضل. Gentleman here said that sometimes I let the queen with its mother for a while in the hive. And nothing bad happened, you know, it works, you know. And she is giving him a comment, she is commenting him, why this happened or something. But the gentleman behind was asking that if someone in South Africa used nine queens in one hive, it was about 16 floors. Of course, get a lot of. Do you have any idea about that? How to get 19? How to get these 9 queens with 16? Yeah, you have to put a queen excluder between them. Yeah, just between the. هو بيقول ما فيش مشكلة طالما أنت بتحط حاجز ملكات، يعني كل صندوق في الملكة بتاعته، تحط بينه وبين الصندوق الثاني حاجز ملكات، فما فيش فرق. ما فيش مشكلة، لأنه الشغلات بتقدر تطلع وتنزل، لو ملت واحد بتطلع تنزل التاني، بينما أنت محتفظ في كل صندوق بالملكة بتاعته. لا، الأصل إن هي إيه إنتاج 16، ما كانوا خليت 16 دور، وجابت إنتاج لو كانوا 16 صندوق. جد بيبقى عالي في العسل أو في أي حاجة. 16 دور بيجيبوا 960 كيلو عسل. But he said this 16 floors get very close to 1 ton of bees. Okay. بقول لك ماشي اوكي. على فكره عايز اقول لك حاجه برضو، ماشي ما اختلفناش، بس هو برضو لما بيجي يتكلم برضو الامريكان ده حاجه بقى انا اللي بقولها بين this discussion not belong to you this something. لو حضرتك تشوف الامريكان اللي جم كل واحد فيهم بيقول لك بياخد من الخليه بتاعته قد ايه عسل، في قد ايه يا حاج فتحي بياخدوا قد ايه من الخليه عسل في السنه ويوم ومره من 60 كيلو 70 كيلو. فلما تيجي تحسب برضه 13 14 خليه 16 خليه في 70 كيلو يطلعوا قد ايه؟ هي 700 كيلو تقريبا. هي انت واخد ازاي؟ المساله هنا مختلفه، قوه الطائفه قد ايه؟
خد بالك وجود المرأة قد إيه؟ وبعدين ما بياخدوا خد بالك وبياخدوا في السنة كلها أطفى واحدة. المرأة هو المرأة. وبياخدوا في السنة كلها أطفى واحدة. لا مش أكتر. كتير. لا أكتر كتير عشان المرأة. بس عشان المرأة عندك قليل. أنت المشكلة عندك المرأة، مرأة قليل. خد بالك والطوائف بتاعتنا برضو ما هياش بقوة الطوائف اللي عندهم. يعني الطائفة عندك بقى فيها كم ألف ملكة، كم ألف نحلة يا دكتور؟ متوسط. هو بيتم النحل ضعيف عندنا ليه؟ لان احنا عندنا بنطلع كروت نمره واحد، نمره اثنين ما بنحافظش على ان احنا نعمل التوسع الراس للطايفه اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده موضوع التوسع الراس. اما لو انت حاولت تعمل موضوع التوسع الراس للطايفه الخليه هتجيب معاك 30 و40 و50 كيلو زيك زيهم بالظبط. ايوه يا بيبقى عندك خليه دورين او ثلاثه افرزها وطلع عسلها لوحده ووزنه 13 هاي 50 كيلو. انت بص المعدل العام للطيب للخليه كل للمنحى الكل، انما الخليه الواحده اللي هي دورين وثلاثه لو انت وزنت عسلها لوحده هتلاقي مش اقل من 30 كيلو 40 كيلو الخليه الواحده. فاحنا عايزين حته موضوع اكثر من ملكه في الخليه دي. اولا دي تجارب للنحالين، تجارب نحالين، وزي ما بيقول لك انا بعمل كده انت عملت كده، انت فاهمني ولا ايه؟ يعني الموضوع ولكن البيزك او الاساس لتربيه نحل العسل معروف ان انت يبقى عندك ملكه واحده وعندك صندوق للتربيه وعندك صندوق للعسل. انت واخد بالك؟ هو ده اساس الشغل عموما. في حد عنده سؤال تاني؟ في حد عنده سؤال تاني؟ There's a lot of food there. Yeah, of course. That's a whole story. I know.